اهلا بيكم في فيديو جديد. تطبيق جي رورد، التطبيق ده طلب مني في الكومنتات ان انا اتكلم عليه، فكان لازم نطلع نتكلم عن التطبيق. تطبيق كويس تشتغل عليه ولا لا؟ ولكن قبل ما نروح لتطبيق صعب، عايزك تصلي على النبي لايك، تشترك، تفعل جرس النبات، في شويه حاجات اتمنى ان انت تتابعني عليها دلوقتي. سريعا كده تعالى نروح نشوف التطبيق. زي ما هو دمك يا صاحبي، دي واجهة التطبيق. تمام، اول ما تفتح معاك يعني هيبدأ ان هو يقول لك سجل بجوجل من تحت كده، فهتسجل. بعد كده هيبدأ ان هو يقول لك النوع بتاعك ذكر ولا انثى، وكذلك عمرك، فتكتبهم وتقول له كونتينيو. هيفتح معاك طبعا، فتقول له اوكي. دي واجهة التطبيق. عندك الحاجات اللي تقدر تجمع منها نقط في التطبيق، اللي هي الاوفرز، بلاي مور. اول حاجة العروض او الاوفرز، هي اوفرز فعلا لانه العروض بتاعتها رخمة، ان انت تدخل تحمل العاب واحجام كبيرة، فبرضو مش كويسة او مش احسن حاجة يعني. رقم اتنين او تاني حاجة اللي هي بلاي للالعاب، لو دوست عليها صاحبي وبعدين دوست على بلاي تو ايرن مثلا، هيقول لك اكسبت زمان او تأكيد. الحاجات اللي قدامك دي برامج والعاب زي ما هو قدامك كده، انت المفروض عشان تلعب الحاجة ديت فتحملها عندك على الموبايل. ممكن الحجم بتاعها مش كبير، ولكن انت لو حملتها فعلى كل دقيقة مثلا 56 او 17 على حسب طبعا التطبيق او اللعبة. هو بيقول لك اعلى حاجة ممكن توصل لها مثلا في اللعبة بتاعت اللي هو الشخص الاخضر دوت 1066 نقطة. تمام، فبرضو انت بتشوف اللي يناسبك. رقم ثلاثة مور دي الاستبيانات، ولكن الاستبيانات هنا برضو نقدر نضيفها للأوفرز أو العروض، حاجة أوفر يعني من الآخر، إن أنت بتدخل على كل استبيان مثلا اللي هيفتح معاك يعني، فهيحولك مثلا لجوجل موقع بتاع الاستبيان أيا يكن النقاط اللي هو كاتبها لك. ولكن يا صاحبي خليني أقول لك 600 أو 6000 أو الأرقام المكتوبة دي كلها أرقام بس تشدك، بتدخل ترد فعلا على اسئلة، عمرك قد ايه، انت منين، بتاكل ايه، بتشرب ايه، اسئلة كده هي مش صعبة ولا حاجة. ولكن بعد ما بترد عليها يقولك عذرا الاستبيان ده مش موافق معاك. طب ليه انت دخلتيني اصلا؟ كل المواقع دي تقريبا يعني، ولكن مش هتخسر حاجة، حاول يعني، هتجربة. لو دخلنا على اخر حاجة او رقم اربعة هتلاقي فيها بيبال. طبعا ده بالنسبة للسحب، اقل حاجة للسحب 200 سنت، بعد كده واحد طبعا 200 3000، والواحد دولار 10000 نقطة او عملة من التطبيق. انا شايف ان هو كبير يعني شوية طبعا، يعني الرقم ده مش قليل، 10000 على واحد دولار يعني، لو مثلا 5 دولار كان يبقى احسن شوية. ولكن هو كاتب لك طبعا 49000 5 دولار، عامل لك تخفيض 1000 يعني، ارقام كده اي كلام في اي كلام. المهم يعني انت لو نزلت لتحت شويه كده هتلاقي في حاجه اسمها ده، طبعا لو انت معاك جيفت كارد يعني هديه او كارت هديه، سيبك من الكلام دوت. لو نزلت لتحت هتلاقي في حاجه اسمها موبايل ريشارج، لو دوست عليها يا صاحبي تمام، هتكتب الرقم بتاعك، رقم موبايلك، وتقول له شيك، هيجيب لك اورنج تمام، ويقول لك اقل حاجه 55. المهم انت لو نزلت لتحت شويه هتلاقي حاجه اسمها دعوه الاصدقاء، تدعي اصدقاء وتاخد فلوس طبعا على كل واحد هتدعي، هتاخد 500 نقطه. تظهر لك صوره زي اللي قدامك ديت، طبعا فيها مربع تحت كده بيقول لك انتر، ادخل كود الدعوه بتاع الشخص اللي دعاك، الكود اللي هو ظاهر لك برده في الشاشه في الصورة او هنا، انت لو كتبته هتاخد 500 جي يعني. انا في الصورة زي ما هو قدامك كده صفر، بمجرد ان انا كتبت كود بقيت 500، ودي البداية. تطبيق انا شايف ان هو مش افضل حاجة يعني، تطبيق بيج كاش انا شايف ان هو افضل منه بمراحل، لان هو الحاجات اللي فيها بتشتغل معاك، بعكس هنا الحاجات في حاجات كتيرة ما بتشتغلش. برضو بالنسبة للنقاط في فرق كبير طبعا يعني، الموضوع مش صعب ولكن مش احسن حاجة. لو انت عندك ناس هتدعيها فممكن تقدر تجمع مبلغ اللي هو 10000 اللي هو 200 سنت يعني، حاجات انا مش عايز اتكلم فيها، ولكن دي حاجة ترجع لك، عايز تشتغل على التطبيق براحتك، مش عايز برضو براحتك. ولكن نصيحتي مش احسن حاجة صاحبي، انت لو هتضيع وقتك في حاجة زي كده لا، سيبك منه وادخل على بيج كاش، هتحمل لك لعبتين، روح مثلا للضمنة لو لحقت الضمنة قبل العرض بتاعها ما ينتهي، او ممكن لعبة الضمنة يمدوا العرض بتاعهم مش عارف. ولكن انا شايف ان التطبيق ده مش افضل حاجة. ده تطبيق لصاحبي اللي طلب مني اتكلم عن التطبيق وكويس ولا لا.
اثباتات السحب، في اثباتات على يوتيوب، ولكن انا شايف ان هو مش افضل حاجه يا صاحبي. بس كده ده رايي او مراجعتي للموقع. انا لو عايز استفاد منك بس، عشان في ناس كده فاهم في الكومنتات هقول لك ده كويس وجامد وادخل وحمل واشتق، ولكن انا قلت لك رايي كاحمد، انا شايف ان في برامج تانية احسن انا قلت لك عليها. بس كده ده التطبيق. لو انت عندك اي حاجه سيبها لي في الكومنتات واشوفك في فيديو تاني. سلام.